نحن في اطار تجسيد هذا النوع على مستوى المحافظه الساميه للرقمنه. في الاصل بديناها على مستوى وزاره الرقمنه والاحصائيات في شهر جوان 2023، ولما استحدث السيد رئيس الجمهوريه استحدث المحافظه الساميه للرقمنه كهيئه عليا مكلفه بتاطير وتنظيم وقياده المشاريع الاستراتيجيه في مجال التحول الرقمي، احنا كملنا في هذه المشاريع الاستراتيجيه، من بينها قانون وضع قانون الرقمنه. نقدر نقول ان رانا في 40-50%، دونك ممكن احنا الاجل اللي حطينا يعني اجل ان شاء الله يا ربي ما نتعداوش الفصل الاول ان شاء الله من 2024.